Salam alaikum, marhaba bikoum, halqa jdida, les recettes de mes parents. On passe aux ingrédients, si vous voulez bien. نقطعوا مطيشة وبطاطا وغوندي نحضروا الشرمولة زيت زيتون طومات توابل بعد ما نسرحوا البابي الومنيوم نحطوا الخضار طبقات ونأسزونهم ملح بزار توابل اللي نحطوا الحوت لي دوغات نحطوهم فوق منهم بعد ما نديروا لهم ديك المارينات ديالهم الشرموله ديالهم الدجاج احسن نزربوا عليه واحد الصهيده قبل ما نستعملوه لان الطياب ديالو تيكون شويه ثقيل نحلو شوية الدوراد بالموس باش يدخل فيها الشرمولة دروك نسدو مزيان البابي الومنيوم باش الطياب يكون علي توفي في الفران فوالا الحوت ديالنا وجد كنتمنى لكم راحة البال ونتلاقى معكم ساعة الخير إن شاء الله السلام عليكم